الاب والابن الروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمات وبركاته من الان كلها وانا ظهر الدور كلها امين. المسيح بيمدح يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان في نبي تنبأ عليه. نبي تنبأ عليه، حد عارف مين؟ مين اللي تنبأ عن يوحنا المعمدان؟ اشعياء. مين تاني؟ ملاخي. لو ملاخي، ملاكي اللي هي طريق قدامك. يوحنا المعروف ان النبي بيتنبأ عن المسيح، عن مجيء المسيح. انما في نبي تنبأ على يوحنا ان هيجي، ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك، اللي هو موجود في سفر ملاكي. والانبياء كان بيتنبأوا عن السيد المسيح وما شافوش، يوحنا تنبأ وكمان ايه؟ وشاف. دي كانت الميزه بتاعت القديس يوحنا. القديس يوحنا ايقونه جميله للخدمة. أنا سألت نفس السؤال، ليه بنخدم؟ على فكرة كلنا مدعوين إن إحنا نخدم، مش حد فينا مستثنى، كلنا ونعرف المجالات اللي نخدم فيها. ليه بنخدم؟ تعالوا ناخد أفسس 2:10، عايزك تحفظ معايا الآية دي. أفسس 2:10، أفسس 2:10. القديس بولس بيقول كده، لأننا نحن عمله. مين اللي عملنا؟ ربنا يسوع، فإحنا عمله. لأننا نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لنا لنسلك فيها. معنى الآية دي كده ملخصها كده كلمتين صغيرين، ليك رسالة زي رسالة يشوع بن نون النهاردة، أن يدخل الشعب أرض الموعد ويقسم لهم الأرض، زي رسالة القديسة ديرينا النهاردة في السمكسار، هتروحي سويسرا وتخدمي هناك وتروحي تعلميهم النظافة وتعلمي الإيمان وتعلميهم العبادة والتقوى، والست العذراء تظهر لها زي ما سمعنا في السمكسار تقول لها أنا فرحانة بيك وبخدمتك وفرحانة بخدمة ابني، إنك بتخدمي ابني وكملي لغاية ما تيجي معايا تدخلي إلى فرح الفردوس. أفسس كم؟ حد فاكر الآية؟ أفسس كم؟ 2:10. لأننا نحن عمله، افتكر إن أنت عمل ربنا، أنت صنعت ربنا. لا هو اللي جبلنا، هو اللي خلقنا، مخلوقين لإيه؟ في المسيح يسوع لأعمال صالحة. أنت مخلوق عشان تعمل أعمال صالحة. أنت ليك رسالة، في خطة ربنا إنك تخدم. في الخطة بتاعت ربنا إنك تيجي للعالم وتخدم، تخدم لأجل الملكوت وتفرح قلب ربنا. هو اللي قال انتم نور العالم. ربنا عايزك تبقى نور، تبقى نور في بيتك، تبقى نور في الشارع اللي انت ساكن فيه، تبقى نور في شغلك، تبقى نور في كنيستك، في خدمتك. انت مدعو انك تكون نور. وكمان قال لنا انتم ملح الارض. رسالتك ان انت تكون ليك تاثير. الملح بيأثر. اول ما بندوق الاكل وما نلاقيش فيه ملح نقول الاكل ايه؟ عادل، ملوش طعم. نفس الكلام، الانسان المسيحي ليه طعم في المجتمع اللي هو عايش فيه. معلمنا القديس يعقوب بيقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطيه. يعني انت المفروض تبقى وانت ماشي في سكتك عايز تخدم، هتقول كلمه لحد، هتشجع حد، هتصلي لاجل حد، ان ما عملتش كده فعليك خطيه. من يعرف ان يعمل عملا حسنا ولا يعمل فذاك خطيه. القديس بولس بيقول بقى الضروره، بقى بيقول كده الضروره موضوع عليا فويل لي ان كنت لا ابشر او اخدم. ده ضروره ان احنا نكون الخدمه ضروره لينا. والمثل اللي بيقولوه في المجتمع بيقول ما استحق من يولد من عاش من يكمل لنفسه. ما استحق، يعني ما يستحقش ان يتولد. اللي هيعيش لنفسه، اللي هيعيش لذاته، اللي هيقول يلا نفسي وانا مالي بغيري وانا مالي باللي حواليا وانا مالي بجاري وانا مالي بخدمتي ولا باسرتي، انا المهم نفسي، المهم نفسي. السيد المسيح بيصلي في الصلاه الشفعيه في يوحنا من اول 16 و17 و18 بيقول انا اظهرت اسمك للناس، انا مجدتك على الارض. انت عملت كده يا رب؟ يقول ايوه، انا اظهرت اسمك للناس، انا خدمت، انا مجدتك على الارض. وربنا من زمان لما بيدعو الناس عشان بيخدموا، لما دعا موسى قال له انا ثقيل الفم واللسان، قال له هكون معاك. النهارده لما دعا يشوع يقول له انا هقدر اسد مكان موسى؟ انا ما اقدرش. يقول لا ما تخافش، تشدد وتشجع،
انا هكون معاك، انا هكون معاك. اسأل نفسك امتى تبقى سعيد وفرحان؟ لما تكون قافل على نفسك وبتخدم نفسك بس وخلاص وذاتك ويلا نفسي. العالم تعبان، تعب من الأنانية. أكبر مصيبة، أكبر خطية عايش فيها العالم دلوقتي بين قوسين كده الأنانية. الأنانية الأنانية تعب العالم، مش قادر بيئن العالم من الأنانية. اسأل نفسك تبقى سعيد امتى؟ لما تخدم. تبقى سعيد امتى؟ لما تدي، لما تساعد غيرك. تبقى سعيد لما تكون نافع لكنيستك، لما تكون ليك رسالة. افتكرت حاجة في الإكليل كده أشارككم بيها. بيقول في الإكليل، بيقول أبونا بيصلي للعروسين، حد فاكر الطلبة دي؟ أنا هقولها وأنتوا افتكروها معايا. بيقول اجعلوا ما يفرحان بنظر البنين والبنات. حد فاكر؟ أبونا كده اتصلى للعروسين وقال لهم كده، اجعلهما يفرحان بنظر البنين والبنات. حلو كده، بس شوف اسمع الكلام الجميل اللي بعد كده بيقول ايه. ائت بهم، البنين والبنات دول، ائت بهم نافعين في كنيستك المقدسة. واحد يكون نافع، واحد يبقى له دور في كنيسته، يطلع خادم حلو، يبقى قدوة جميلة، تتوب الناس وتفرح الناس، يزور مريض، يقدم محبة للآخرين، يكون عطوف، يكون عفيف، يكون ناجح في شغله. كل ده مطلوب مني ومنك او من اسرنا، ان احنا نكون صوره للسيد المسيح. يبقى الخدمه مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه. خدمه ضروره، الضروره موضوع عليا، فويل لي. انا المفروض ان انا اخدم، المفروض انت تخدم، المفروض ولادنا يخدموا، المفروض نخدم علشان نجيب ثمر لاجل الملكوت. طب ايه الصفات بقى اللي ربنا طالبها مننا كلنا؟ تكون دارس كويس، ولا تكون ذكي، ولا تكون متفوق، ولا تكون ايه؟ قالوا عندنا سبع صفات، كل واحده في دقيقه واحده على طول، بس عايزكم تحفظوهم معايا. اول صفه علشان تخدم ربنا وتكون صالح للملكوت ونافع، تكون تايب. المفروض دي صفه بتاعتنا كلنا، صح كده؟ تكون تايب. وارميا بيقول له توبني يا رب فاتوب. تكون تايب، يعني تايب يعني ما بتحبش الخطيه، يعني ما بتستحملش انك تتوسخ بالخطيه، ما بتستحملش انك تسقط، دايما بتجري على باعترافك. معنى انك تكون تايب انك تكون بلا خطيه؟ لا، كلنا تحت الضعف وكلنا محتاجين نعمه ربنا اللي ترفعنا. يعني تجري لربنا في وقت الصلاه وتقول له ارحمني يا رب ونجيني من خطيتي، نجيني من ضعفي. انك يكون ليك اب اعتراف تجري عليه وتقول له اخطيت حلمني. وضع اعترافك، يحط الصليب على راسك، ولما يحط الصليب على راسك كل الافكار الوحشه اللي عندك، كل الحاجات اللي بتعملها، مين اللي بيشيلها؟ الصليب. دي قمه الفداء وقمه الخلاص، ان ربنا بيدينا. كل ما بتيجي بتغلط، زمان كان يجيب الخروف، حط ايدك على الخروف. عارفين الطقس في العهد القديم؟ يقول له حط ايدك على الخروف. ابونا في العهد القديم ولاد هارون الكاهن، يجي الراجل اللي عمل خطيه يقول له حط ايدك على الخروف، قول خطيتك، كذبت، حلفت، سرقت، زنيت، عملت عملت عملت. يقول له اتفضل روح بيتك، انت خدت البفرايم، انت حر. ناخد الخروف نعمل ايه؟ ناخد الخروف نعمل ايه؟ نذبحه. طب ما احنا عندنا الذبيح الحقيقي اللي اتذبح عشاننا، ما هو ده الخلاص بيه. فكل مره بتيجي تقعد عند قبض اعترافك، يحط الصليب على راسك، تقول انا كذبت، انا حلفت، انا عملت، انا عملت، وضعت، ويقول خلاص ماشي، روح يا ابني الله يحلك. طب مين اللي شال الخطيه بتاعتي دي؟ الصليب هو اللي شال الخطيه؟ هو اللي شال الخطيه؟ فالراجل اللي عايز يخدم ربنا، الانسان اللي عايز يخدم ربنا، يبقى تايب، يبقى توبته سريعه، يبقى قريب، قلبه ما بيتحجرش. قلبه، عارفين ايه الفرق بين الطين وبين الشمعة؟ لما الشمس الحارقة تجيلهم، ايه الفرق؟ مين يقول؟ ايه الفرق بين الشمعة والطين؟ لما تجيلهم تجربة كبيرة، لما تجيلهم الشمس، ايه الفرق بين الشمعة والطين؟ مين يقول؟ الشمعة بتعمل ايه؟ تسيح. والطين يعمل ايه؟ يتحجر. ده نوعين من القلوب، قلوب البشر، حاجتين. واحد قلبه يتحجر ويرفض نعمة ربنا، يرفض خلاص ربنا. واحد قلبه يلين، يلين،
يقف قدام ربنا يزرف دمعتين، يقف قدام ربنا يقول شويه كلام طالعين من قلبه وربنا يقبل توبته. واحد قلبه دايب لين لين، قلبه عطوف ما بيستحملش الغلط. رقم واحد خليك تايب. جيد الاباء بيقولوا كده، جيد الا تخطئ، وان اخطات جيد الا تؤخر او تؤجل التوبه. جيد الا تخطئ، كويس ان انت ما تغلطش. طب وان اخطات جيد الا تؤخر التوبه، ما تاخرش توبتك، ما تاخرش توبتك. يبقى رقم واحد عايز تشترك في عمل الملكوت وتبقى ايقونه جميله زي القديس يوحنا، رقم واحد خليك، قولوا معايا من فضلكم، خليك ايه؟ تايب، قدم توبتك. رقم اثنين خليك انسان مصلي، يعني ليك علاقه بربنا. هتصلي من اجل نفسك، هتصلي من اجل بيتك، هتصلي من اجل اسرتك، هتصلي من اجل واحد تايب وبعيد عن ربنا، ليك مخدع صلاه. العالم اتملى من الخدمات الاجتماعيه، شاطر في كده، يعمل الخدمات الاجتماعيه والصليب الاحمر والخدمات الاجتماعيه، الجمعيات الاهليه والكلام ده. بس احد الاباء قال العالم عايز ركب سده وايدين مرفوعه، عشان ربنا يرحم الناس دي، عشان يرحمنا كلنا. العالم عايز ايه؟ عايز ركب سده وايدين مرفوعه. اللي تابع معايا السمسار النهارده، موسى ازاي غلب عماليق؟ يشوع بيعمل ايه؟ بيحارب تحت. موسى كان بيعمل حاجه مهمه، كان كل ما تحصل الحاجه دي نعمل نزل مش عارف ايده، يعمل ايه الجيش؟ يعمل ايه؟ يتهزم. موسى كان بيعمل ايه؟ بيصلي. موسى كان رافع ايده زي الصليب وبيصلي كده كده، ولما تعب راحوا جاب حجرين فنزلت ايده، لما تعب راح جابوا له اثنين، جابوا له اثنين ومسكوا ايده كده. خليك انسان مصلي، خليك انسان مصلي. قالوا لما نحوز نرسم صوره للبابا كرولس، نرسمها اجمل صوره تترسم للبابا كرولس، يقولوا ايه؟ بجوار مين؟ يقول بجوار كلمه واحده بس، بجوار ايه؟ المسبح. برافو عليك. لما قالوا نحب نرسم له صوره جميله، الراجل ده كان قداسه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، بيصلي بيصلي بيصلي. ولما هم يعملوا معاه حديث في الوكالات العالميه والاخبار، هتعمل ايه بالكنيسه؟ قال لهم انا اعمل ايه؟ هصلي. طب ايه الكلام؟ الكلام ده زعل ناس كتير في وقتها، يعني كنا عايزين مشاريع وكنا عايزين افتتاحات كبيره، قالوا انا هصلي. بس الصلاه بعد كده هي اللي جابت المشاريع وجابت العذراء في الزيتون وجابت 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 كل البركات وجابت مريمينا. روح مريمينا هيجي لك، ولا روح شوف العذراء الساعه 8، هي الصلاه كده. يبقى رقم واحد عايز تخدم وتبقى ايقونه جميله للخدمه، خليك تايب. رقم اثنين خليك مصلي، خليك مصلي. رقم ثلاثة خليك كتابي، خليك كتابي، يعني بتحب الكتاب، بتحب الإنجيل. بيقول القديس بولس: من يتكلم كأقوال الله، يعني كل كلامك يبقى ليه شاهد من الإنجيل، كل كلامك عن ربنا، كل كلامك عشرة وفهم لكلمة ربنا. واحد قال لي عايز تبقى شاطر في الإنجيل؟ قلت له أيوه. قال لي بقول لك إيه؟ تقرا كتير؟ قلت له اقرا كتير، بس اقول لك نظام تمشي عليه، قليل قليل دافئ بانتظام. قلت له فهمها لي، قليل قليل يعني اصحاح اتنين كده، دافي يعني اطلع منه بايه عيشها بانتظام. اهم حاجه رقم ثلاثه دي، قليل قليل دافي بانتظام. تعرف تنفذها دي؟ مش مطلوب منك انك تقرا 20 اصحاح، مش مطلوب مننا ان نبقى زي الانبا ابرامس والفيوم والجيزه المتنيه اللي كان بيخلص الانجيل كله في كام؟ ما حد عارف؟ في 40 يوم. يعني في المعدل بيقرا 30 اصحاح في اليوم، 35 حاجه زي كده. مش مطلوب مننا نبقى زي القمه الروحيه الرائعه. بس المطلوب مننا ان قليل قليل دافي وايه؟ قولوا معايا وايه؟ انتظام. لازم قليل قليل دافي وانتظام. اصحح كل يوم، اطلع منه بآية وخليك ماشي على النظام ده. حلو تبقى كده. يبقى عايز تبقى خادم حلو، تبقى خادمة حلوة. رقم واحد خليك تايب، رقم اثنين خليك مصلي، رقم ثلاثة خليك كتابي، يعني بتقرا الإنجيل، الإنجيل مفتوح دايما في حياتك. رقم أربعة خليك كنسي. تحب كنيستك، تحب طقسها، تحب ألحانها،
تحب تراتيلها، تحب ريحه البخور بتاعتها، تحب انك تيجي وتلمس الايقونات بتاعتها، تحب انك تعيش الحته دي. القديس يوحنا دابيل فم يقول حياه المسيحي محصوره بين قداسين، قداس حضره وقداس يحضره الاسبوع الجاي. يعني عندك اشتياق انك تحضر القداسات وتصلي. القداس ده بالنسبه لك شبعك. الحد ده جه اهو الحد الاول من طول، نشكر ربنا عدى علينا، ربنا يديني نعمه واجي بدري، اجي من صلاه باكر الحد الجاي. ربنا يديني نعمه يبقى عندي وقت احضر قداس في وسط الاسبوع. حياه المسيحي محصوره بين قداسين، قداس حضرناه وقداس هنعمل ايه؟ هنحضره بعد كده، قداس هنحضره. الانسان اللي بيحب الكنيسه يحب الحانها، يحب يسمع، يشبع بالالحان، ويغمض عينه ويسرح مع الشمامسه الخرس الجميل اللي معانا النهارده بيصلي. يبقى رقم واحد خليك تايب، اثنين مصلي، ثلاثه كتابي، اربعه كنسي، رقم خمسه خليك انسان متضع. الحاجه الوحيده اللي يقاومها ربنا يقاوم الله، اما المتطوعين عايز تاخد نعمه خليك متضع، خليك جنب ربنا، خليك تحت رجليه، خليك تحت رجليه. الست العذراء بتقول انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. عايز تبقى مرفوع قدام ربنا خليك انسان ايه؟ خليك انسان، خليك انسان متضع، خليك انسان متضع. انسى كل حاجه لربنا في حياتك. انت ذكي وشاطر في المدرسه، نعمه ربنا عليك. انت نجحت في المطوره ونجحت في كليه الطب وعمل، ده نعمه ربنا عليك. تفتكر فضل ربنا عليك. انت صوتك حلو ومن ضمن خرس الشمامسه، ده نعمه ربنا عليا. ما في ناس موجوده تاني مش بتعرف. انت شاطر في الانجيل وبتقرا كويس، نعم. انت خادم كويس تعرف تفتقر. انت كل ده نعمه ربنا عليا. افتكر موقف لداود لما غلب جلياط، قالوا له ايه الناس اللي حواليه قوات الجيش؟ قال له بقول لك ايه، ما تروح تصهر الملك شاول؟ قال لهم ايوه، ده انا اللي غلبت جلياط وهزمت الجبار وازلت العنا عن اسرائيل. قال كده؟ قال ايه؟ حد عارف قال ايه؟ بالبلدي كده قال ايه؟ هو انا مين عشان اروح اصهر الملك؟ اصل داود ده كان انسان متواضع، صوره للمسيح، بيقول كده من انا وما هي عشيره ابي حتى اصهر الملك. انسان ربنا لما شافه كده راح رفعه فوق الملك، فوق الملك شاول. الكبرياء اسقطت الملائكه والاتضاع بيرفع البشر بيبقوا ملائكه. الكبرياء اسقطت الملائكه. خطيه الشيطان ايه؟ كبرياء. طب والاتضاع بيعمل ايه؟ بيرفع الانسان، بيبقى صوره ملائكه. يبقى رقم واحد عايز تبقى ايقونه حلوه زي القديس يوحنا المعمدان وتخدم ربنا، رقم واحد خليك تايب، اثنين مصلي، ثلاثه كتابي، اربعه كنسي، خمسه متضع. فاضل لنا اثنين، خليك تلميذ. انا عارف كل حاجه، استنى بس يا عم، انا قول بس انت عايز تعرف ايه وانا اجيب لك. انا دائره المعارف الكتابيه، دائره المعارف، انا بص انا اعرف كل حاجه. لا لا، خليك تلميذ. النهارده موسى كان ليه تلميذ اسمه يشوع، وايليا كان ليه تلميذ اسمه اليشع، واليشع كان ليه تلميذ اسمه جيحزي، وبولس الرسول النهارده كتب رساله لتلميذه اسمه، والمسيح لما عمل تلاميذ. ده بطرس كان عنده يجي 60 سنه يا رب. ايوه، ما انا برضه تلميذ للمسيح، انا برضه تلميذ للمسيح. التلميذ يقبل انه يخضع، انما اللي يبقى عارف كل حاجه ما يقبلش. التلميذ يقبل انه يتشكل، نصلحه ونعمله. الكبير اللي حاسس بذاته ده ما بيقبلش كده. لا يوجد معلم لا يحتاج الى معلم الا شخص ربنا يسوع المسيح. العباره دي جميله وعجبتني. لا يوجد معلم لا يحتاج الى معلم الا شخص ربنا يسوع المسيح. يعني طول ما انت عايش عمال تعمل ايه؟ عمال تتعلم. يبقى رقم سته خليك تلميذ. رقم سبعه خليك غيور، قلبك بياكلك. يوحنا كان قلب بياكله على الناس في خدمته. يوحنا قعد ربنا يجهزه 30 سنه عشان يخدم كام؟ حد يعرف يخدم كام؟ يوحنا خدم كام؟ 6 شهور. بتعده 30 سنه في البريه، على فكره بدا الخدمه عنده 30 سنه يوحنا.
وده كان السن القانوني لبدايه الخدمه، ان واحد يوعظ ويعلم ناس ويروح المجمع ويعمل. يا رب انت عديته 30 سنه عشان يخدم بس 6 شهور، انا هوريك الست شهور دول هيعملوا ايه في الناس، انا هوريك قلبه الناري اللي جاي يتكلم بيه، انا هوريك لما يقف يتكلم مع الكتب والفريسين يقول لهم يا اولاد الافاعي. كان عنده السلطه بيقول كده. طب والراجل العشار اللي كان بيجي له، طب الجندي الغلبان، طب الراجل اللي يقول له اكتفوا على ايفكم، كان انسان طيب ورحوم عليهم. قلبه كان غيور، قلبه كان غيور. لما تسمع عن حد هيسيب المسيح ويمشي، قلبك بيقلق ولا لا؟ لما تسمع عن حد بعيد عن ربنا، قلبك بيقلق ولا لا؟ طب غيران على بيتك، على خدمتك، على اسرتك، على اولادك، قلبك بيقلق. قلبك اللي بيقلق عايز كل الناس تعرف مين؟ تعرف ربنا. مقدر قيمة النفس البشرية، مقدرها حتى لو كان خاطئ ووحش وبعيد، أنت مقدر. المسيح مات عشانه. المسيح جه اتصلب علشانه عشان يديه، أنت مقدر القيمة دي ولا لأ؟ قلبك بيقلق. آخر مرة، عايز تبقى أيقونة حلوة، إنسان حلو وتخدم ربنا في كنيستك، في خدمتك، في بيتك، في أي مكان، 7 حاجات. رقم واحد ايه؟ انا عايز كل الكنيسه اللي تقول عشان ما حدش، انا هنسى، انا مش هبص في الورقه. رقم واحد يبقى ايه؟ تايب. 2 مصلي. 3 كتابي. 4 كنسي. 5 متضع. 6 تلميذ. 7 قول يا رب خليني تلميذ شاطر حلو كده، اقبل نصايحك وامشي في كنيستك واخدمك يا رب واوصل معاك للملكوت. ربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل ما تبقى المسيح. إيرني باسي.
الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس أدمته بالظهور المحلذ لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار. من أجل السلام الكامل والمحبة وكبرى الطاهرة الرسولية Oh,
قديسة ماريا